السلام عليكم، معكم السيد علي من الإسماعيلية مصر. إن شاء الله النهاردة هنشرح بادي دربية وفي نفس الوقت مقصوص بزاوية 45 درجة. زاوية 45 درجة ده قماش ساتان يا جماعة. القماش الساتان ده ما بيمطش زي ما انتم شايفين كده، ما بيمطش. فلما بنعمله بزاوية 45 درجة بنخليه يمط. طيب ازاي هنعمله ب45؟ احنا عرض القماش عندنا 150، فلما بنقسمه 2 بيديني 75. طبعا احنا هنعملهم مع بعض من غير بطرون، فيبقى كده 75. فلما طبقناه بقى بالمنظر ده كده 75 على 75، هيبقى دي زاوية 45 درجة. لما بنيجي نعدلها قدامنا كده بيبقى عندي البدرون، بتاعه، واقدر اشتغل عليه كده من هنا. فده هيديني المطة اللي هي بتاعت 45 درجة بالظبط، فهيديني كله مطة واحدة. عشان اعمله دربية البادي هاجي عند الزاوية دي كده وهتنيها كده تاني، يبقى عندي الصدر 104 ربعه، هيكون 25، هنقص منه 1 سنتي، هيبقى الصدر 100، والهانش 108، هنخليه 104، يعني احنا بنقص منه 1 سنتي. وبناخد التكسيمة جامدة بتوصل لحد 3 سنتي زي ما انتم شايفين باللفة كده، ونطلع بيها بتاعت الناس. ده شغل بادي، مش شغل ده شغل بادي، مش شغل ايه، مش شغل السواري. التقسيمه دي هتبقى جامده جدا فيه. وبعد هنا باخد الحماله المفروض 10، بخليها 17 سنتي وبنزل بيها، يعني من هنا لحد هنا كده بتبقى حوالي 17 سنتي ل 18 سنتي وبنزل بيها. بعد كده باخد على اخر طول في الزاويه الطول بتاع البادي بتاعي اللي هو زاوية 45 درجة، وبعدين باخد دوت ال4 طبقات كلهم. خلي بالكم احنا بنكمل البتاع دوت، وبيبقى فستان سهرة معمول بالورد، لما بيكون بمتر ونص بيكون اطول، ده بيبقى مجسم من غير بنس ومن غير اي حاجة. بعد كده بطلع بيه هنا، احنا قلنا عشان هيبقى فيه دربية هيبقى دي نازلة لتحت، هنروح احنا واخدينها بس كده، دي القفله بتاعت الدربيه من جوه. بعد كده احنا زي ما شفتوا اول ما بدانا عملنا الصدر وظهر مع بعض، هنشيل الصدر ونسيب الظهر بس، ونيجي من هنا من عند دوران الجيرو يا دوبك بناخد اللفه بتاعتنا وناخد دوران الباص دوت البادي كده. عايز اقول لكم معلومه، البادي ده معمول على زاويه 45 درجه، ده الظهر بتاعه عاملين على زاويه 45 درجه. لو مسكناه بصوا بمنتهى البساطه خالص، بصوا بيمط، اللي هو الستان اصلا اللي ما كانش بيمط، بصوا بقى عامل ستان. بصوا خلي بالكم انا لو قست ده بالمثلث دلوقتي هطلعه 45 درجه بالظبط، بصوا كله حته واحده بيمط شايفين. لكن لو انا جبت الستان العادي اللي احنا لسه قاصينه دلوقتي مهما نشد فيه اهو، بصوا ما فيهوش مطه، يعني حتى في اللمعه بصوا ما فيهوش فيه مطه خالص، شايفين انا بشد اهو اهو اهو. لكن التاني بصوا بمنتهى البساطه خالص، منتهى البساطه خالص، بصوا باين قوي خالص انه بيمط، بصوا اهو اهو، بصوا باينه في فرق. هنا بقى طبعا دوت الستر اللي احنا هنعمله الدربيه اهوت، بصوا بتقفل عليه كده بيديني المنظر ده من قدام. صابوا ماشي خدوا. عايز اقول لك حاجه، انت لو عملتيه بالبطرون ممكن تاخد 3 4 ساعات. ماشي يلا سلام.